السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وان شاء الله تكون سنة دراسية سعيدة علينا كلنا بإذن الله. وبالمناسبة دي هنعمل مع بعض منظم مكتب حلو. ده علبة حمام كريم، هجيب قطعة قماش سودة وهنقص شكل دائري بحيث ان يبان جزء ابيض من البرطمان. طبعا لو البرطمان لون تاني تقدري تسيبيه زي ما هو او تضيفي قماش ابيض. ممكن تجيبي قطعة القماش تكون مثلا من بلوزة او تيشيرت قديم، وده الجزء يعني الجزء بتاع الرقبة تقلبيه بيه، هيديك الشكل ده من غير قص او اي حاجة. بعد كده هتثبتيه على علبة الحمام الكريم بالشكل ده، نلزقها بقى كويس جدا من كل الجوانب. وانت بتلزقي تشدي القماش كويس عشان شكله يبقى منظم على العلبة بتاعتنا. بعد كده بقص الزيادات، اي زيادة في القماش انا مش محتاجاها بقصها. وبعد كده بكمل لزق بالمسدس الشمع، اي بقى جزء عايز يتلزق كويس او يتقص بظبط كل ده. انا هعمل المقلمة دي على شكل بطريق، على اساس بقى تكون حاجة مختلفة وجديدة ويكون شكلها كيوت كده، تشجع الاطفال على المذاكرة. انا هنا بثبت بالشكل ده كده، بظبط بقى التظبيطات النهائية. جزء بقى اللي من فوق ده بدخله جوه العلبة بتاعتي، وبرضه هثبته والزقه من جوه، ولو في اي زيادة هتقصيها علشان لما نحط الاقلام في المقلمة ما تدخلش تحت القماش. لو هتحط اقلام الوان قصيرة او كده، بكمل اللزق بالشكل ده كده. بعد كده هجيب قماش يكون لونه اورنج وهرسم عليه شكل رجل. ممكن كمان تستبدلي لون الاورنج بلون احمر او لون اصفر، والقماشة طبعا اسود لان البطريق لونه اسود. ممكن تعمليها باي الوان تانية ويبقى شكل طائر تاني، انا حبيت اعملها على شكل البطريق. رسمت كده على قطعة القماش دي بالشكل رجل طائر يعني، او رجل بطريق. بعد كده بقصها بالشكل ده كده. ده قماش قماش قطيفة بس بتاع الكنب والانتريهات والحاجات دي، ممكن تستبدليه بقماش جوخ. المهم ان يكون قماش قوي زي القماش ده كده. بعد كده بجيب القلم بتاعي وبرسم خطوط كده، وبعدين هحطها تاني على قطعة القماش بتاعتي وهرسم حواليها عشان يبقوا الرجلين نفس المقاس بالطريقة دي كده، وهكرر نفس الخطوات. لو انت بقى اول مرة تشوفي قناتي وفكرة الفيديو عجبتك، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك الافكار اللي بعملها دايما، ويوصلك مني كل جديد اول باول. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتقولي لي رأيك في كومنت، وتعملي شير للفيديو علشان غيرك يشوفه. ولو عندكم افكار جديدة حابين تشوفوها الفترة الجاية قولولي في الكومنتات. ولو حابين اعمل معاكم افكار لتزيين الاقلام او عمل مقالم بطريقة سهلة قولولي برضو في الكومنتات، وقولولي ايه اكتر نوعية فيديوهات حابينها لحد دلوقتي علشان اشتغل عليها اكتر الفترة الجاية. ولو حابين محتوى الاشغال اليدوية او الهاند ميد وقعدت التدوير قولولي في الكومنتات علشان اكمل معاكم او اشتغل فيه اكتر الفترة الجاية. بعد ما خلصت الرجلين هبتدي ارسم مثلثين، دول هعمل بهم الاجنحة بتاعة البطريق. ما عملتهاش باللون الاسود زي لان القماش الاسود قماشة طرية جدا، فمش هتبقى ثابتة معايا في الشغل زي القماشة دي، عشان كده عملتها من اللون ده. بعد كده هرسم شكل دائري كده وهكرر نفس الخطوات عشان اعمل بيهم المنقار بتاع البطريق. دلوقتي بقى هبتدي اثبت الرجلين.
بثبتهم بالطريقة دي كده. ده كده شكلهم. بعد كده الجزء بقى بتاع المنقار انا قصيت برضو قطعتين علشان الزقهم على بعض، هلزقهم بس من الطرف، الجزء اللي في الاخر ده مش هلزقه، علشان الجزء اللي في الاخر ده اللي هنثبت بيه المنقار او قطعة القماش دي في البرطمان نفسه او في العلبة نفسها. لزقته بالشكل ده كده، وبعد كده بظبط بالمقص علشان يبقى الشكل عندي متناسق ونضيف. قصيته بالشكل ده كده. بعد كده بقى الجزء اللي في الاخر ما لزقناهوش هنفتحه بالشكل ده وهثبته بقى منه بالشمع في العلبة بتاعتي. بعد كده هقص بقى الزيادات. طريقة سهلة جدا وبسيطة وكلنا نقدر نعملها ومش بتاخد وقت كبير ولا مجهود ولا حاجة. وطبعا كلنا عندنا هدوم قديمة وعندنا قطع قماش يعني مستغنيين عنها، نقدر ننفذ بيها الفكرة دي. بعد كده جبت رول مناديل، هبتدي اقص منه جزء بالشكل ده كده، وبعدين بقى هظبطه لو في اي جزء مش مقصوص كويس هسويه، بظبطه كده برجعها كده بظبطها تاني. وبعد كده هقطع جزء تاني علشان اقفل بيه الجزء اللي انا قطعته ده عشان تعطيني زي علبة. ولو انتي عندك بقى علب الكريم الميني او غطيان برطمانات مثلا او كده، بس تكون الحافة بتاعتها عالية، تقدري تستخدميها كبديل للجزء اللي انا قطعته من رول المناديل ده. كده ينفع وكده ينفع، بس انا ما عنديش علب الكريمات الصغيرة دي. مش لازم تقفليه من تحت قفلة كويسة لو هتعمليه برول المناديل زي كده، المهم ان هي تتقفل من تحت وخلاص، لان احنا كده كده هنغلفه بقماش اي بقى شكل او اي لون تحبيه. هبتدي بقى اغلفه كويس. ادتني في الاخر الشكل ده، هثبته بقى في النص عشان تبقى زي علبة صغيرة كده نحط فيها بقى الاستيكة، البراية، الحاجات الصغيرة اللي ممكن تتوه مننا في المقلمة نفسها، وتبقى سهل علينا ان احنا ناخدها بسهولة. بعد كده هثبت الدراعات او الاجنحة بتاعت البطريق كأنه ماسك الصندوق ده او شايله بالطريقة دي كده، وهثبت الناحية التانية كمان. اتمنى يا رب الفكرة تعجبكم ويكون شغلي بيعجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تحطولي لايك لو استفدتوا والفكرة عجبتكم. انا بقى كنت عايزة اعمل عينين البطريق، ما كانش عندي اي خرز ولا العيون المتحركة دي ولا حتى عندي الفوم الابيض، ففكرت ان اجيب جلدة انبوبة وعملت عليها او لونتها بالوان زيت لون ابيض، وبعدين طبعتها بالشكل ده كده. في الاول فشلت وبعدين كررتها تاني، وبعد كده بعد ما طبعت بالشكل ده كده هبتدي بقى اظبط تاني بالفرشة بس عشان تديني شكل العين مظبوط. ده كده شكلها. هكرر طبعا نفس الخطوات علشان اعمل العين التانية. انت بقى لو عندك مثلا زراير بيضة او ورق فوم او خرز تقدري تستبدليه طبعا بالخطوة دي.
او يعني مكان الخطوة دي، وابتدي بقى اظبط بالشكل ده كده، وارجع اظبط العين التانية تاني. كده خلاص ده الشكل النهائي للمقلمة بتاعتي، شكلها حلو جدا وكيوت، وهتشجع الاطفال جدا على المذاكرة وهيحبوا شكلها. ما خدتش مننا اي وقت، وحاجات موجودة عندنا كلنا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير ورأيكم في كومنت، وقولوا لي محتاجين او حابين تشوفوا ايه على القناة الفترة الجاية. ما تنسوش بقى تشتركوا لو انتوا جداد، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.